مالك يعني بتطلعي علي وما قالوا هذا عربي؟ قلت له بطلع عليك لأنه لما يتعلمنا قالوا العربي له ذنب، العربي هيك، العربي مثل هتلر، العربي بحبش اليهود. خلص بكى عندي إشي ليشدني على العرب. أنا اسمي جبرين هيلين، مواليد أوشويتز. لما أمي جابتني بكوا قايلين إن ممنوع يخلفن النسوان، كل واحد اللي بتخلف بكوا يقتلوها. الدكتور هذا أخذ أمي عنده في المكلاة عنده، يعني خبانة عنده. قالت أمي يعني ما بكتش تشبهي، بكيت خلت طحين مع مي واسكيت يعني مشان تعيشي. يعني أنا عشت 3 سنين وأنا في مكلات، حياة صعبة بكت بكتير. بكى عمري 3 سنين لما الروس حرروا أوشويتز، وبعد سنة لكيو أخوتي أخدوا صغار لحال وكبار لحال. 3 سنين يعني طفل بأول سوالاته. يعني لما طلعت برا شفت كتير روس مرمرمي ويجرين، صرت أسأل سوالات لأمي، بعدين صرت أفهم شوية. إحنا لما اتحررت أوشويتز روحنا على يوغوسلافيا، إحنا أصل أهلي من يوغوسلافيا، صاروا يقولوا بدكم تطلعوا في الدولة اسمها إسرائيل، بدكم تطلعوا عليها. سنة 48 إحنا جينا إسرائيل، جينا بأنيات مابلين. سنة 48 جينا بعد بريطانيا بقت تضرب إسرائيل، قالونا ممنوع تنزلوا على السفينة بحيفا. 6 أيام قعدنا على البحر، بعد ساحنا قالونا على بيوت عرب مع كناطر. وكما روحنا كدرون قعدنا 10 سنين، بعد 10 سنين جينا تل أبيب. أنا بقول لك بمدرسة كما علمونا قالوا بتشوفوا العربي له ذنب، العربي هيك، العربي هيك. تعرف الجاهل يعني دايما بدل حافظ هذا الإشي. لما جينا تل أبيب وشفنا العرب صرت أطلع عليه، لا في له ذنب ولا له ذنين ولا مثل ما بيقولوا. عرب بن آدمين زينا زيهم، يعني المزبوط إحنا ما شفناش العربي لو ما جينا على تل أبيب، يعني لأنه بكوا يشتغلوا هناك. وقتها شفتهم بكوا يشتغلوا بحد دار أبوي، وبكى يشتغل بكى الدنيا حامي، قاعد بكرة وبالدار. هسا جوزي بسلبي بقول مالك يعني بتطلعي علي وما قالوا هذا عربي؟ قلت له بطلع عليك لأنه لما يتعلمنا قالوا العربي له ذنب، العربي هيك، العربي مثل هتلر، العربي بحبش اليهود. وبكنا نطلب منها مي، بكت تعطينا وتعرفنا، بكت حلوة صغيرة بكت. وهذا بكت لما بكينا بتل أبيب يخرفني كلنا، العربي بيحترم المرأة، العربي بخليش المرأة تطلع برا عندها كيمتها دارة وتربية ولادة. الكلب وما يهوى ولو لك تشبرد بينا. ما كنا أولاد صغار، شو أولاد 15 بكينا، واليوم صرنا 70. هو أجارد علي جيزي، أهلي صاروا يقولوا أنت صغيرة بشرب تكبري بتروحي على الجيش،
وما ندريش، وانا ما قبلتش اروح الجيش، فضلت اني اتجوز وانا صغيره ولا اروح الجيش. يعني بكى دايما امي تقول واخوتي يقولوا شوفي فرق بينه وبين هتلر، العرب قتلوا، العرب بتطلقوا، العرب بيذبحوا، العرب يعني ما خلوش شي بلا ما قالوا لي. انا خلاص صريت، يعني خلاص هذا نصيبي، يعني بيش مفر من نصيب. قاعد قلت له يوم ما بدك تروح انا بدي اروح معك، هذا بك قراري خلاص. وظليت وراها تنى تجوزتها، بدها يعني اهلا وسهلا وانا بدي اياها، حبينا بعض وتجوزنا، ما عملناش مراسم زفاف، رحنا عند الشيخ وسوينا ملاج رسمي. يعني قعدت انا وياه شهرين ثلاثه بتل ابيب، لما اتعرفت على جوزي وجيت كعب الفحم طبيبك، يعني والله اول مره اجو، يعني قعدت اجي مع ناس تيجي تطلع علي تتفرج علي، تقول له يعني مليحه مش مليحه، طويله قصيره، يعني استقبلوني يعني مليح وإشي طبيعي. لا واحد بكى يقول فوق يهود ولا تحت يهود، ولا بكى يعني ينظروني بنظرة غير جنس، لا بكى طبيعي. يعني هاي العنصرية موجودة وين ما كان، كان عند اليهود ولا عند العرب، بس احنا الحمد لله لا بش عنا عنصرية، شايف؟ يعني حياة حلوة، يعني مش مثل ما بيقولوا اليهود عاطلين ولا هذا، لا أهلها بالبداية عارضوا، صح أهلي ما كبلوهاش، صعب أهلي كبلوها، يعني إن أهله كبلوا أهون من أهلي، يعني أهلي أنا بقولك ليش، لأنه أهلي جربوا بمخاني ركوز وغاد، يعني شافوها صعبة. قعدت سنة ما أروحش عند أهلي، لا يجوا علي ولا أروح عندهم. كما يوم أجت خالتي من يوغوسلافيا، أجت عند أمي أختها، صارت تقول بدي أشوفها. ما نتلمش بالأول، وديت جوزي مشان يشوف ده في منه ولا لا، اجا جاب لي صور منهم وجاب لي كلم بلا خالتي هناك، وتحملت حالي وروحت عندهم. يعني وصارت اخوها يجي عنا وامها وهذا وكل شيء بالسيد المشا. في عندك ناس بتعارض على الاشي هذا، على هو الدين، هي بدها تغير دينها واسلمت. بكيت أعرف يعني، وأقرأ كتب، أقرأ جرائد، أقرأ كل شيء، بعرف أنا العرب، بس خلص قلبي جرني لدينهم. ويعني كداش ابن دار تليكي قرآن بالعبراني، قلت خلص لازم أدور دين الإسلامي. بعد شو أسلمت ما بكاش بولا إشي، بكى طبيعي، بكيت أروح عند أمي طبيعي، توفى أبوي وبكيت أروح، حتى جوزي كل جمعة بكى يحملني ويقول لي روحي عند أمك، أروح أغسلها أشتغلها أسوي لها، وثاني يوم ثالث يوم أروح. يعني بفترة هاي بش أمان، بش أمان بفترة هاي. أما فترة قبل ولا لأنك نمت بكاد دار ما واحد بكى يقدم عليك. هون بالفحم ما صارش بين نقول اليهود والعرب إلى فترة جديدة نتنياهو، ولا قبل ولا بكوا يجوا اليهود ونقول ده صح، واحد نقول نروح نزورهم، نروح رحلات نتساوى إحنا واليهود. بس بفترة هاي نتنياهو عمل المشاكل، صار يقول العرب سوق بجيميل وقتها،
والله يا العرب عمرهم ما حطوا حطات اليهود إلا بفترة هاي. أنا شعوري إن لازم الدولة تبقى دغري مش تميل بش انتشاميوت. نتنياهو زي هتلر بده يقتل العرب وبده يقتل اليهود. هناك بألمانيا بكل ملاحكينا لأن يهود، وهنا لحكينا لأن فلسطينية، يعني مش مخالصين حالنا لا من اليهود ولا من غير يهود. بس اللي بتفهمي انت ان بفهم انه هذول اجداد؟ لا يعني اقول لا الحمد لله الحمد لله. بكى عندي اشي ليشدني على العرب. اما هلا احنا الحمد لله اتفقنا وتجوزنا وسوينا اسر سوينا، وانا الحمد لله تريحت معها يعني بخلال السبعين سنه متريح انا وياها ولحد الان. ولا ايه شو ام اولادي اختريحنا اليوم الحمد لله وديلنا راح الحمد لله هسه اولادنا واحد الصوم والصلاه والسلام.